السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم مجموعة من العطور والأكسسوارات والكريمات وأيضا دي ماسك ودي غوماج لي فيكتوريا سيكريت لعشاق الأناقة والأنوثة وروائح ديال الجسم العطرة. فيكتوريا سيكريت لهذا السنة عندهم مجموعة من العطور للجسم اللي بروائح مختلفة، منها الفاني، العسل، الورد، الياسمين، جوز الهند، وكذلك رائحة الخوخ والفواكه الحمراء. هاد العام فيكتوريا سيكريت خرجت واحد العطور اللي صغيرة الشكل كيف ما شفتوا بحال هكذا، فيها واحد الكمية محدودة يعني للسفر. دي فلوكون ابي اللي نقدروا نطلعوهم معنا في الطيارة، فيه واحد الكمية محددة ديال الروائح، وإلا ما بغيناش نهزو معنا ايضا دي بارفان كبار كيجيو تري تري براتيك للسفر. وايضا عطور اخرى من فيها روائح مختلفة كيف ما شفتوا بحال هكذا، وايضا دي بروم بارفومي بليلي ديالهم الكثير من الروائح زوينه للجسم معطره. كاين فرق كبير البنات بين لي فري وبين ليميتاسيون، ردوا بالكم من هذه القضيه. هذه ديجا انا كنت وقعت ليا هذه شحال، كنت شريت فيكتوريا سيكريت وخرجت ليا ايميتاسيون. كاين فرق كبير بين الاصليه وبين التقليد في الرائحه. كذلك هنايا كيف ما كتشوفوا عطور كريمات ديجا الدوش خارجين ديجا الدوش حتى هما. بالنسبة للمنتوجات ديالهم المخصصة للشفاء البنات جربتهم صراحة رائعين، واغلبية ديال الالوان شفافة زوينة بزاف. كاينين دي سوان ديال لي ليفغ، كاينين دي غلوس بارفومي، وحتى لي كولور ديالهم باردين والاغلبية نيود. زعما كنصحكم بهم، جربتهم وزوينين بزاف. بالنسبه للحقائب او الاكسسوارات كاينين بزاف ديال لي ساك في اشكال والوان متعدده. كاينين ايضا دي تروس ديال المكياج، لا كاليتي ديالهم انا بعدا جربت لي تروس ديال المكياج زوينين، تيبقاو لواحد الوقت. انا عندي دابا عامين واحد لا تروس ديال المكياج، صراحه ما كيتقشروش، ما كيتبدل اللون ديالهم، كيبقاو هذوك لي موتيف اللي فيهم. بالنسبة للماسكات والمقشرات لي كوماج كاينين بزاف، كاين ديال العسل، جوز الهند، خاصة ديال جوز الهند جربتو زوين بزاف، كيعطي واحد البشرة واحد اللمعان وتيفتح اللون ديالها. وهذا ديال العسل صراحة زوين حتى هو، الرائحة ديالو زوينة. كاين ايضا ديال الافوكا، كاين مقشر ديال الشفاه، كاين بزاف ديال المنتوجات ديال العناية بالجسم والبشرة. كاينين ايضا بزاف ديال لي برودوي من القهوه، صراحه تيعجبني نجي لهاد البلايص باش كنكتشف، وكيعطيوني دي زيدي على داكشي اللي نقدر انا نصاوبو في الدار. وديما تنبقى كنقرا المكونات اللي فيهم باش كنستافد، و او ميم طون كيعطيوني دي زيدي لي كوماج ولي ماسك اللي نقدر نصاوبهم بوحدي في الدار. كيف ما شفتيو هنايا هذاك الخضر ديال لافوكا، كاين ديال دي برودوي ديال الخزامة ايضا. لي برودوي ديالهم ما تيفوتوش 6 mois هاد لي ماسك البنات، ضروري ردوا البال
واخا ما تحطوهمش في الثلاجه، لان هذاك ديال جوز الهند ما كنتش كنحطو في الثلاجه وما خسرش، ولكن ضروري تحترموا المده، يعني 6 اشهر. هو الا درتوه 3 فوا بار سيمين راه غادي يسالي لكم في اقل من 6 اشهر. حاولت في هاد الفيديو نعطيكم فكره شامله على لي برودوي ديال فيكتوريا سيكريت من كريمات ودي ماسك دي كوماج، لان فعلا عندهم دي برودوي لي زوينين صراحه، والاثمنه ديالهم ماشي غاليين، والبنات ردوا البال راه ما كاينش الفرق بزاف في البري ما بين التقليد والاصلي، هذا هو المشكل. ردوا البال في هاد المساله. بالنسبه لي برودوي ديالهم صراحه فيهم واحد الروائح زوينه وعطره للجسم والبشره. كنتمنى انني نكون كنفيدكم بالفيديوهات ديالي، لا بالنسبه للوصفات ديال الشعر ولا البشره ولا بالنسبه لهذيك لي برودوي اللي جاهزين. ايضا كنشكركم على المشاهده، اشتركوا في القناه ديالي الا كيعجبكم المحتوى ديالها، خليوا لي دي لايك ودي كومونتير.